شوبينغ. أربع مشاركات غادي تنافسوا على لقب سيدة شوبينغ، مبلغ محدد، وقت ضيق، وموضوع من اختيار ليلى حديوي. صاحبة أجمل إطلالة كتنول إعجاب المشاركات، وخبيرتنا ليلى حديوي كتصبح سيدة شوبينغ. مشاهدينا مرحبا بكم معنا في يومية جديدة من برامجكم سيدة شوبينغ. هاد الشهر هذا خاص بليزانفلونسوز ولا بلي بلوغوز اللي هما معروفين في انستغرام ودائما كيعطيونا الجديد في عالم الموضه. وما تنساوش مشاهدينا الموضوع ديال هاد الشهر غادي نتعرفوا عليه يوم السبت. انا محضره لهم واحد الموضوع نخليكم تكتشفوا نهار السبت. ولكن قبل من هادشي حنا مازالين عند المتسابقه الاولى ديال هاد الشهر صافيه اللي غادي نمشيو نكتشفوا لي ساك لي شوسيو وحتى لي اكسسوار ديالها. اكبر طالون لبستو يمكن سيتي انتر 12 و 14 سنتيمتر وكنت غنموت كنت غنموت ديال بصح ما تنستحملش لي او طالون بزاف واخا مولفه كتر واخا مولفه في السما صافيا كانت تموت لي اي بو سوفرير بور ات بيل لا لا صافيا هذا هو وانا اكبر طالون اللي لبست 16 سنتيمتر الوغ لي كوت كور ديالي عندي هذا vraiment تنستع عليه تنموت عليه علاش حيت تري كلاس سي تري توندونس و ما تعذبنيش دونك نقدر نجري به نقدر نقز به داغي ملي تنلبسو صحاباتي تنحس بهم تيغيرو شويه حيت هما مساكن تيتعذبو وانا نقدر ندير اللي بغيت هذا نقول لك بجد صافيا كيحمق 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 عرفتي علاش عندي بحالو الوغ بوزيتيف عاودي زيون كونفورتابل لا بوتين تتعذبني تتعذبني ولاني تنموت عليها فريمون عاتي ملي تنلبسها تنحس براسي ما عرفتش كاينين دي بياس ملي تلبسهم البنات جو بونس هما بحالي تتحسوا براسكم اش زينيتو انا هاد لابوتين هادي عزيزه عليا بزاف فريمون عزيزه عليا بزاف هاد لابوتين صافنا هاد لي بوتين كيعجبوني بزاف دايوغ اشاك فوا كنبغي نشريهم ولكن ما تنقدرش نشريهم علاش باسكو هما اي سون بوينتو وعندي انا لو بي شويه عريض سكي في ماشي كونفورتابل بالنسبه ليا ولكن ما عندي ما نسالك لو بو ديالك طوب ماي بيبيز لي بيبيز ديالها مانيفيك فريمون لي ساك هو الكود كور ديال كاع العيالات عندي واحد ليستوار فريمون بارتيكولير مع هاد لابوشيت هادي حيت هاد لابوشيت كانت ديال ماما الله يرحمها دوبوي دي زاني وي عندها اي دونك دوكو المهم الي تري امبورطونت بور موا هاد لابوشيت تقدر تلبسها بحال هكا ولا بحال هكا هاد اليد ولا هاد اليد جاتك مزيونه صافيه ديالي هذيك كيف ما لبستيها تجي معاك لحقاش كتهزها في قلبك ماشي بيدك صافي احسن حاجه قديتي تحافظي عليها هي هاد لابوشيت هادي كتشمي فيها ريحه ماماك كتذكرك بالذكريات ديالها لبسيها راه تكون واقفه بجنبك ديما وهاد لو ساك هذا تعجبني بزاف على ود لا كولور ولا كولور جلا تخو تري جولي دوكو تنلبس شي حاجه عاوتاني كحله وتلبس هاد الساك هذا بان روج ا ليفغ دو لا ميم كولور وتيجي واعر فوالا دونك تعجبني هاد لو ساك فريمون بزاف تري بون ايدي جوستمون ملي كيكون ان ساك بهاد اللوانات شويه مجهدين خص ديما يكون لو بوتي رابيل بلو روج ا ليفغ ولا الفيرني دونك تري تري بون شوا الوغ لي كود كور اللي عندي انا عندي هاد الاكسسوار هذا تنديرو في لو كول افيك اون شوميز افيك اون روب ولا اون كومبينيزون تيجي واعر صافي ديالي نقول لك الصراحه مي خرجت لامود ديالهم انا شريتو عجبني ما لبسوه تالمو بواحد في المغرب بزاف 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 عاد ما قدرتش نلبسو الوغ انت عرفت من تلبسيه تعطي له الزين ديالك والستيلو ديالك مي انا ما قدرتش عليه الوغ كاينين هاد لي غون تاع هما عزاز عليا بزاف 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 تلبسهم وغنخليو سيدات شوبينغ نمشيو لسيدات موتور ما عنديش مع الموتور ولاني تيجي مع شي ستيل روك جو ن ريكوني بلو بيرسون نون ارلي دافيدسون تري جولي باش كتبان واعره
تبارك الله عليك صافيا على الستيل ديالك، عندك بزاف ديال الذوق. انا بعدا تلفت معكم نتوما مشاهدينا، اش بان لكم نتوما تلفتوا بحالي؟ الو خليو تعليقات ديالكم في لاباج انستغرام سيدات شوبينغ، وغدا نتلاقاو جميع باش تشوفوا كيفاش كدير صافيا الميك اب وحتى كيفاش كتصوم شعرها. نتلاقاو غدا، السلام عليكم.